بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك يا سيدنا الصالح تأتي بنا إلى هذه الساعة المقدسة ونبدأ عاما جديدا في حياتنا. نشكرك يا إلهنا على كل ما مضى، على أيام السنة الماضية وكل ما حدث فيها، وأنك يا رب سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا. وها أنت يا رب من رحمتك ومن تحننك تأتي بنا إلى عام جديد في عمرنا. يا إلهنا الصالح، نعلم يا رب إن حياتنا بإيدك وأيام عمرنا، وإنت يا رب من حبك فينا خلقتنا وأوجدتنا وأعطيتنا نعمة الحياة، وأعطيتنا رب أن نوجد في هذا الزمان، وأعطيتنا رب نعم كثيرة في كل صباح. عطاياك يا إلهنا الصالح التي تغمرنا بمحبتك، وعطاياك يا رب التي بها تشفق على خليقتك. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أنت يا إلهنا الصالح محب البشر، فأوجدت كل البشر، ومن حنانك وتحننك خلقت الإنسان وأسكنته في هذه الأرض، وأعطيته يا رب سبل الحياة، وضعت يا رب الوعد إن عينك علينا من أول يوم إلى آخر يوم، وأنك لا تنسانا ولا تنسى خليقتك. ولكننا يا إلهنا الصالح تمردنا على محبتك وسقطنا في خطايا كثيرة وتكاسلنا ووقعنا في الكسل وفي الملل، وجاءت أيام كثيرة فيها الفتور نبعد عنك يا رب، وأحيانا ننساك، وأحيانا يا رب ننسى أن إيدك ممدودة وموجودة وعينك علينا وتحفظنا، وإن احنا رب محفوظين في قلبك. لكن أحيان بننسى، وأحيان بخطايانا لا نراك، وأحيان يا رب بضعفتنا لا نفهم مقاصدك. يا إلهنا الصالح نعلم حنانك ونعلم يا رب رحمتك ورأفتك وتحننك البالغ من أجل الإنسان، وإنك يا رب طويل الأناة وطويل البال علينا وعلى كل خطية، إن كانت صغيرة أم كبيرة، إن كانت خفية أم ظاهرة، إن صنعناها يا رب بإرادتنا أو بغير إرادتنا، ولكن يا رب أنت تطيل الأناة علينا وتبحث يا رب عن كل واحد فينا وتهيئ طريقه لكما يقوم ويعود إليك ويفرح بوجودك وبحضورك. أيها الإله القدوس، يا صانع الخيرات، يا معطي الخيرات لكل البشر ولكل الكائنات الحية، بتدينا يا رب الشمس والهواء والمية ونعمك الكتيرة والأرض المزروعة، وتدينا الطعام والغذاء لنا ولكل الكائنات الحية، وبتهتم بينا يا رب وبترحمنا، وبتدينا يا رب حتى أيام فصول السنة، إن كنا في شتاء ولا ربيع ولا صيف ولا خريف، وكلها أيام طيبة وممتعة، وبتمهد لحياة الإنسان، وبتحفظه يا رب من فصل إلى فصل، وبتمتع وبترضي كل رغباتنا وكل اشتياقاتنا. يا رب إن جلسنا أو وقفنا نتحدث عن نعمك الكثيرة لن نحصيها، فهي كرمل البحر وكنجوم السماء، هذه النعم التي لا يمكن أن نحصيها أمامك أبدا يا رب. ولكننا نقف في هذه الساعة نترجى مراحمك، مراحمك يا رب لحياتنا، والكل قلب واقف قدامك دلوقتي، ولكل قلب مشتاق انه يبدأ بداية جديدة في هذا العام، ونسمع الوعد فلنبدأ بدءا حسنا، ونوعدك يا رب
ان احنا نبدأ بدءا حسنا ونسلك في كل يوم حسنا كما يرضيك. يا إلهنا الصالح، اننا رب نعتمد على مراحمك الكثيرة، وعارفين يا رب انك لن تعوزنا شيء، فقط نطلب ملكوت الله وبره وكل شيء يزاد لنا ويكتر. وفقط عندما يكون فكرنا وحياتنا كلها في السماء، مشتاقين للسماء ونحن إلى الملكوت السماوي، فأنت يا رب عطاياك كثيرة جدا جدا. إلهنا الصالح، نرفع قلوبنا يا رب من أجل المرضى، اشفيهم وتحنن عليهم. من أجل كل الذين رحلوا، ارحمهم يا رب. اذكر يا رب كل الذين في شدة او في ضيقة او في تعب، اذكرنا يا رب، وخلي ايدك يا رب هي التي تحمل وهي اللي تطبطب علينا وهي اللي تحمل وتداوي جراحتنا قدامك يا رب. واجعلنا يا رب ان عينينا دائما تنظرك انت يا رئيس الايمان ومكمله، تنظرك يا رب وأنت على عود الصليب تسفك دمك وتقدم جسدك من أجل كل إنسان لكي ما نحيا في بر وفي طهارة وفي خلاص. وعلى صليبك يا رب بدمك الطاهر يطهر كل خطية ويطهر كل قلب ويقبل توبة كل إنسان، ويدينا يا رب إن احنا نقوم من كل عصرة، وان احنا رب نعود فنبدأ من جديد. يا إلهنا الصالح، اذكر كل الذين في شدة، اذكر يا رب كل بيت وكل أسرة، اذكر يا رب أولادك فيها وبناتك، احميهم واحرسهم. اذكر يا رب كل أب وكل أم، بارك حياتهم واعطيهم يا رب ازاي يربوا أولادهم وبناتهم في مخافتك، ويربوهم دايما بالنعمة، بنعمة روحك القدوس. اذكر يا رب كل الطلبة وكل التلاميذ وكل اللي بيدرسوا وكل اللي بيتعلموا، اذكرهم وساعدهم وشجعهم واكرمهم يا رب بنتائج، وفقهم في حياتهم. اذكر كل الذين يعملون ويجتهدون بأمانة وبإخلاص، وعوضهم يا رب عن أتعابهم دائما، وبارك في حياتهم بكل عمل صالح. إلهنا الصالح، أذكر يا رب أولادك المسافرين في كل مكان، والذين ينتقلون من مكان إلى مكان، والمتغربين، أذكرهم يا رب وسيك حولهم من كل شر ومن كل شبه شر. أذكرنا يا رب في مراحمك، أذكر كنيستك، اذكر خدمتك يا رب في كل مكان، اذكر كل خادم وكل خادمة، اذكر يا رب الاباء، اذكر الشمامسة، واذكر الاباء الاسقفة اللي بيخدموا امامك، واذكرنا في مراحمك يا رب، اذكر عملك. نصلي اليك يا رب من اجل سلامة بلادنا، بلادنا يا رب المحبوبة ليك، وبلادنا اللي انت جيت ومشيت على ارضها وشربت من ميتها، ويا أمنا العذراء، وباركت كل شبر فيها. احنا عارفين يا رب اننا محظوظين بزيارتك وبحضورك وبسكناك في هذه الارض، وبنتمتع يا رب واحنا بنقول ان احنا ابناء مصر. يا الهنا الصالح، لا تنسانا ابدا يا رب، بل بارك. اذكر يا رب الضعفات الموجودة والأزمة الاقتصادية والحروب اللي حوالينا والتحديات اللي من كل مكان، احنا عالمين وعارفين وواثقين ان انت يا رب تستطيع، لانك انت القادر على كل شيء. وعارفين يا رب انك تستطيع، وان احنا محميين جميعا على هذه الارض في يمينك القوي. يا سيدنا الصالح، اذكر سلامة بلادنا وسلامة العالم، واذكر يا رب المتعبين والثقيل الأحمال في الحروب اللي بنسمع عنها،
واعطي يا رب هدوءا ونعمة وحكمة لكل إنسان، خاصة يا رب للمسؤولين. أعطي يا رب النعمة واعطيهم إزاي يدبروا حياتنا بكل سلام. اذكر يا رب الذين ماتوا في هذه الحروب، واذكر المصابين والمجروحين والمشتتين والمتغربين والذين في بقاع الأرض يعانون الألم والضيق والقسوة. اذكر يا رب أولادك وخليقتك ورعيتك في كل مكان. سيدنا الصالح، علمين يا رب ونحن نبدأ عاما جديدا أننا نختبر هذا النداء مع بولس الرسول: سلمنا فصرنا نحمل. علمنا يا رب إزاي نسلم حياتنا، وعلمنا يا رب وخلينا نشعر ونحس بأنك أنت شايلنا، وأنك فعلا رفعنا، وأنك أنت حمينا. علمنا يا رب إزاي نتكل عليك ونفرح بيك، نتكل عليك مش على أفكارنا ولا مفاهيمنا ولا حساباتنا، لأنك يا رب أنت الذي تعطي الجميع بسخاء ولا تعير. علمين يا رب أنك كريم، وأنك تعطي من جودك وتملأ البقاع من دسمك. املأ يا رب حياتنا بخيرك دايما، وأن عينك علينا دايما للخير. يا إلهنا الصالح، مهما وقفنا قدامك ومهما تحدثنا أمامك، لن نوفيك حقك ولا نعرف كيف نعبر عما في داخلنا. إلهنا الصالح، احفظ رعيتك واغفر لنا خطايانا، وارفع عننا يا رب ضعفاتنا، وساعدنا يا رب في طريق البر، وساعدنا يا رب ان احنا نعيش في مخافتك على الدوام. اذكر الصغار والأطفال، اذكر الشباب والشابات، اذكر الفتيان والفتيات، اذكر يا رب كل إنسان في مراحل حياته. اذكر الاباء الكبار والشيوخ، وكون معاهم يا رب في صحتهم وفي حياتهم وبركة العمر ليهم. يا الهنا الصالح، نحن يا رب ندعوك على الدوام، ونرفع عيوننا اليك ناظرين اليك على الدوام، وعلمين يا رب انك تقود خطواتنا من يوم الى يوم. باركنا يا الهنا الصالح بكل بركة ترانا في احتياج اليها، تغفر لنا خطايانا، ونوعدك يا رب نبدأ معك من جديد وتبدأ أنت معنا. بشفاعة أمنا العذراء مريم، والملاك الجليل مخييل، والقديس العظيم ماري مرقس، بركة قديسي هذا اليوم، وبركة ملاك هذا النهار، وبركة هذا الصوم المقدس، استجبنا وأعنا واسمعنا حينما نناديك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.